السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في هذه الدقائق المعدودة التي نتناول فيها موضوعا مهما جدا جدا في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ألا وهو مسألة اكتساب الخبرة. يسأل كثير من الزملاء الجدد: كيف نكتسب الخبرة في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها، سواء تعليم اللغة العربية أم القرآن الكريم؟ طيب، يسأل كثير من الزملاء: كثير من الشركات تطلب خبرة لا تقل عن عام، فكيف أكتسب هذه الخبرة؟ كيف أكتسب الخبرة التي تساعدني على العمل في هذا المجال؟ هناك كثير من المزالق التي يقع فيها السادة الزملاء الجدد الذين يريدون العمل في هذا المجال. جيد، لأن خريجي اللغة العربية، خريجي كليات اللغة العربية كثيرون جدا، وهذا المجال للأسف ليس مقتصرا على المتخصص، وإنما هو مجال مفتوح لكل من أراد أن يدخل فيه. ولم أقل للأسف تقليلا من شأن غير المتخصصين، فأنا دائما ما أقتنع بالرأي القائل بأن يوجد في غير المتخصصين، وأقصد بغير المتخصصين يعني الذين لم يدرسوا اللغة العربية في الجامعة، يوجد من بينهم من يستطيع أن يدرس العربية أفضل من غيره أو أفضل من المتخصص. لأن كلمة المتخصص هذه للأسف نحن نبروزها في الشهادة فقط، موجودة في برواز الشهادة: معك شهادة في تعلم العربية إذن فأنت متخصص. والحال لا يخفى أن كثيرا من الخريجين والمتخصصين الذين درسوا اللغة العربية للأسف لا يحسنون معرفتها، فضلا عن أن يحسنوا تدريسها أصلا. جيد، فالمجال واسع والطلب يعني نقول، لا نقول قليلا، ولكن لا نقول أن الطلب قليل، ولكن يزداد عدد المعلمين بشكل رهيب. لأن المشكلة من أين؟ أنا كمعلم ممكن أنا أعمل في مدرسة أو تخرجت من الجامعة أو في أي مجال آخر، في أي كلية مختلفة، وأريد أن أعمل في هذا المجال، وسمعت أنهم يقولون أن هناك مجال لتعليم العربية والراتب فيه بالدولار. جيد، هذه مشكلة كبيرة تصيب هذا المجال. وهو جالس أمام الحاسوب أو الهاتف يقرأ بعض المنشورات الموجودة على المجموعات أو الصفحات المتخصصة لأفاضل، طبعا لا نقلل من شأنهم، يقرأ بعض المنشورات، يسمع بعض الفيديوهات، ألم ببعض المعلومات، فأصبح قادرا على تعليم العربية لغير الناطقين بها، ويقدم في الشركات، يريد أن يعمل ويريد أن يأخذ راتبا. طيب، من أين أتيت بالخبرة التي تؤهلك للعمل؟ هل أنت أصلا متخصص، أي قادر على أن أي تلم بالعربية وقادر على تدريسها؟ هذا في رأيي هو المتخصص، هو الذي يلم بقواعد العربية بفروعها، وقرأ في كتبها وفي تراثها، وقادر على تدريسها سواء أدرس في الجامعة أم لا. تمام، لنتفق على هذا الرأي، وقد يخالف البعض في ذلك. فالكثيرون للأسف يقرأ بعض المعلومات، يقول: أنا قرأت بعض الكثير من المعلومات على الفيسبوك، وسمعت فلان يتحدث في فيديو وكذا وكذا وكذا، وأنا الآن أستطيع أن أدرس. طيب، هل مارست؟ هل درست؟ لا. جيد، فمما يندى له الجبين أن كثير من، عندما مثلا نعلن عن الاحتياج لمعلم أو معلمة، ربما اثنين أو ثلاث معلمات، لأنه حتى المراكز عندما تعرض لوظائف لا تطلب يعني مئات، على الأكثر خمسة ستة، على الأكثر أكثر يعني لو الشركة بادئة ستطلب ستطلب 10 معلمات مثلا، أو 10 معلمين، 10 معلمين. طيب، يتقدم ما يزيد على 500. جيد، وللأسف ننظر في التخصصات
طب وهندسة ولغة إنجليزية وتجارة وحاسبات ودبلوم و و و و طيب نفعل مقابلات، يعني المعلم أو المعلمة ليس لديه خبرة أصلا، كيف أصلا يعني والله حدث هذا، كيف أفتح أصل حاسوب، كيف أستخدم زوم، كيف أكتب على الوورد، كيف أفتح البرامج الاتصال وأستخدم، وكيف أعدل صورة، كيف أعدل فيديو، هذه الأساسيات غير موجودة، فضلا عن طريقة تدريس العربية، لأنه هذا الطريقة التدريس فن، تدريس فن ليس مجرد قراءة لبعض المنشورات أو سماع لبعض الفيديوهات فأصبحت خبيرا وأستطيع أن أدرس اللغة العربية. هذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس كذلك، وهذا يعني مما أحزنني جدا جدا جدا، أن هناك مراكز تدرس اللغة العربية بالمجان، جيد، يقوم عليها أفاضل ومعلمات، معلمات فضليات ومعلمون أفاضل، جيد، ويعلمون العربية لغير القادرين بالمجان، لكن للأسف الشديد إذا أتاهم آت، لا أريد أن أعمم، لكن هذا الموقف قد حدث، أريد أن أعمل معكم، وغالبا من يريد أن يعمل معهم لا أيضا لا نتهم النوايا، هو يريد أيضا أن يقدم عملا طيبا ويعني يحصل حسنات، جيد، لكن يكون طلب الخبرة يتخذ مساحة كبيرة من رغبته في العمل مع هذه الشركة التي تدرس العربية بالمجان، ثم بعد ذلك يقول بعد فترة خلاص أخذت خبرة وأعمل في المراكز التي تعطي الرواتب. المشكلة أن كثيرا من هذه المراكز، لا أعمم أيضا، للأسف ليس فيها تدريب جيد. ما حدث إنه أحد الزملاء ذهب ليعمل فقال يعني قدم السيرة الذاتية الخاصة به دون أن ينظروا في السيرة الذاتية، دون أن يقولوا هل أنت متدرب أم لا، هل لديك خبرة أم لا، هل علمت عملت قبل ذلك أو لا أم لا، قال لهم أنا ليس لدي خبرة ولا أستطيع، قالوا خلاص ادخل الفصل ودرس وأنت تعمل يعني عمل لله والله عز وجل سيعينك وأنت ستجتهد وكل هذا. المعلم يعمل بدون أن يكون لديه قواعد أساسية وأساسيات التدريس ومعرفة بالأدوات الأساسية، جيد، يعمل شهر واثنين وثلاث ويخترع لنفسه طريقة تصيبه أو تخطئ، ثم بعد ذلك يظن أنه أصبح خبيرا في التدريس ويريد أن يعمل. هذا من الأخطاء الكبيرة جدا جدا جدا. يعني أنا أنأى بنفسي عن التعميم، لا أعمم كل المراكز التي تدرس العربية بالمجان، هناك مراكز ما شاء الله ممتازة جدا، ولا أعمم على كل غير المتخصصين ولا أعمم على كل الزملاء الجدد، لكن هي في المقام الأول كانت نصيحة والله، يعني هذا الفيديو بناء على سؤال متكرر من كثير من الزملاء. إذا تحدثنا عن المزالق التي يقع فيها بعض الزملاء. الخبرة من أين تأتي؟ الخبرة تأتي من القراءة، أقرأ في كتب متخصصة في هذا المجال، جيد، كتب كاملة تتكلم عن هذا المجال أقرأ فيها، أقرأ ما يعني ييسره الله عز وجل لي، تمام، أشترك في دورة تدريبية، الدورة التدريبية مدفوعة أو مجانية، هناك دورات تدريبية مجانية ما شاء الله محترمة جدا، أشترك في هذه الدورة وأنتهي في من الدورة وأجتهد فيها وأحصل على شهادة أو شهادة منها. أيضا يعني لا أتكلم عن الشهادة أي الورقة، ولكن أقصد شهادة بأنك درست وتعلمت ويعني ما تعلمته فعلا تستطيع أن تطبقه في الفصل الدراسي. إذا قراءة في كتب المتخصصين، تسمع للخبراء في هذا المجال، تحضر دورات تدريبية سواء كانت دورات مدفوعة أو دورات مجانية، جيد، ولا تبخل على نفسك أبدا، فكلما أنفقت على نفسك كلما وسع الله عز وجل عليك في الرزق ووسعت لنفسك مجالات العمل.
جيد. بعض المراكز لا تشترط أن يكون المعلم قد عمل قبل ذلك، وتفعل له دورة تدريبية في بداية العمل، تعرفه كيفية طرق التدريس وكيف يدرس، وخصوصا إذا كان متخصصا يعني ملما بالعربية ويستطيع أن يدرسها، ملما بقواعد التجويد ويحفظ القرآن الكريم. أيضا مما يعني ينبغي أن أتحدث عنه أيضا موضوع الإجازات في القرآن الكريم التي تعطى هكذا بدون أيضا تعميم. تقرأ مثلا أو يقرأ الشخص على شخص يحفظ القرآن بعض الأجزاء فيجيزه، والله العظيم يكون هناك أخطاء في القراءة وأخطاء في مخارج الحروف، جيد، ثم يعمل معلما للقرآن الكريم ويأخذ راتبا على ذلك، جيد، وربما هو يحفظ ومجيد لكن لا يستطيع أن يقدم، لا يستطيع أن يعلم، لأنه كما قلنا التعليم هذا موهبة وليس يعني قواعد موجودة في كتاب أقرأها ثم أطبقها، لا، التدريس فن وموهبة قد لا تؤتى لكثير من الناس، جيد. فإذا لم يكن لديك الموهبة والفن والإبداع لتعلم اللغة العربية أو القرآن الكريم فاربأ بنفسك عن هذا، جيد، لأنك تتعامل مع بشر يعني، والبشر طباعهم مختلفة، يحتاجون إلى فن في التعامل معهم. أنا قد أكون ملما بالمعلومة لكنني لا أستطيع أن أعلمها، لا أستطيع أن أقدمها لغيري، جيد، فهذا الأمر مهم جدا. إذا من هنا تكتسب الخبرة، قراءة في كتب المتخصصين، حضور دورات تدريبية، العمل في المراكز التي ربما تدرس مجانا وتطلب معلمين مجانا، لكن بشرط أن يدربوك أولا، بشرط أن يدربوك أولا، لا يأخذوك بدون تدريب وبدون يعني هل أنت أصلا يعني ملم بقواعد العربية أم لا، أو بقواعد التجويد أم لا، تفضل درس. وأنت بطبيعة الحال بعد عدة أشهر خلاص أنا درست وأصبح لدي خبرة وأريد أن أعمل وأحصل على راتب، جيد، فهذا الأمر مهم جدا جدا جدا. المعلم القوي هو المعلم الذي ينبغي عليه أن يلم بقواعد العلم، أن يكون في ذاته ملما بقواعد العلم الذي سيعلم، هذا أول شيء. أنا مثلا معلم للتجويد لابد أن أكون متقنا للتجويد وأحفظ القرآن الكريم وليس لدي فيه أخطاء. أدرس العربية متقن وملم بقواعد العربية وأستطيع أن أتحدث بالفصحى بشكل سليم، جيد، هذا أولا عن نفسي. ثم بعد ذلك هل أنا لدي الموهبة لأدرس لأنقل هذه المعلومات لشخص آخر، وخصوصا أنني أدرس لغة، واللغة يعني ليست كأي مادة، اللغة تغيير للسان الشخص الذي يتعلمها وتغيير لفكره، جيد، وإطلاعه على ثقافة جديدة، فليست بالأمر الهين، فتحتاج إلى إعداد كبير. لا يليق بالمعلم أنه لا يستطيع أن يفتح الحاسوب أو أن يستخدم الوورد ويكتب على الوورد ويعرف كل خبايا مثلا الوورد، جيد، ربما لن يستخدمه، ولكن هذا يدل على أشياء أخرى، يعني يدل على أشياء أخرى أنه ليس لديه خبرة في أمور كثيرة، لن يستطيع أن يستخدم مثلا البرامج التي فيها إعداد للاختبارات وكل هذه الأمور، جيد، وهذا موجود على اليوتيوب كثيرا، وموجود على في دورات موجودة مجانية وعلى اليوتيوب ودورات مدفوعة، جيد. فالمعلم لابد أن يكون ملما بهذه الأدوات إلماما جيدا، أن يكون كما قلنا متقنا للعلم في ذاته وفي نفسه، يستطيع أن يقيمه على نفسه، ثم بعد ذلك لديه القدرة ولديه الإبداع والخبرة التي بها يستطيع أن ينقل هذه المعلومات إلى شخص آخر، وخصوصا أنه شخص غير عربي.
أيضا نتكلم عن موضوع اللغة الإنجليزية، لابد أن يكون معلم العربية أو معلم اللغة أو معلم القرآن الكريم لابد أن يكون لديه إلمام باللغة الإنجليزية، فإذا سمع الطالب فهم، وإذا تكلم فهمه الطالب. جيد. بعيدا عن مسألة هل ندرس العربية بالعربية أم ندرس العربية باللغة الإنجليزية، هذه قضية أخرى يعني فيها كلام كثير، موضوع استعمال اللغة الوسيطة، لكن بطبيعة الحال سأحتاج إلى اللغة الإنجليزية للتعامل مع الطالب، حتى في يعني حتى الطالب يعني يكون لديه ثقة في معلمه أنه يعني يفهم لغته. جيد. وخصوصا أنك إذا درست لطالب في المستويات الأولى تحتاج إلى استخدام اللغة الإنجليزية، إذا كنت معلما للقرآن الكريم وتدرس لطالب لم يدرس العربية من قبل تحتاج إلى أن يكون لديك إلمام باللغة الإنجليزية. أرجو أن ألا نكون قد صعبنا الطريق، بل رجائي أن نكون قد يعني أبنا وأوضحنا الطريقة وميزناه عن طرق كثيرة للأسف في النهاية توصل لمعلم أن بالمعلم أن يكون المعلم عاملا في هذا المجال منذ سنوات، وللأسف يأتي المعلم لا يحضر في وقت الدرس، يعني يتقدم للعمل ونقبله في العمل، ثم نكتشف أنه ليس لديه حاسوب يستخدمه أصلا، ويستخدم الهاتف فقط، لا يستطيع أن يفتح. ممكن تساعدوني في فتح الجيميل؟ أفتح الجيميل الخاص بي الإيميل، هل ممكن تساعدني في هذا؟ طيب يعني هذه أساسيات كان ينبغي عليك أن تلم بها وأن تكون عارفا بها. جيد. يعني أرجو أن تكون هذه نصيحة مقبولة. جيد. وأن تنير الطريقة لكثير من السادة الزملاء بإذن الله تعالى، وإن شاء الله طبعا معكم محدثكم صفوة بدوي إن شاء الله في عربية، مؤسسة عربية إن شاء الله. لدينا يعني نخطط لمشروع تدريبي إن شاء الله يعني سيكون كبيرا بإذن الله تعالى، لتدريب عدد كبير من المعلمين لمدة زمنية معينة مع طلاب أجانب أيضا، ليكتسبوا الخبرة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. هذا المجال مجال رحب وفيه خير كثير، يعني لا أقول من حيث الرواتب وكثرة الرواتب، بل أحيانا يعني من مشاكل هذا المجال أنه ليس ثابتا، فممكن اليوم معي عدد من الطلاب، غدا يقل هذا العدد فجأة ولا يكون معي إلا طالب واحد أو طالبان، بعد أسبوع يعني يزداد ثم يقل، قد يقل لفترة طويلة ثم يعود، فليس فيه ثبات لكن فيه بركة. يعني حقيقة هذا المجال، مجال تعليم العربية وتعليم القرآن لغير العرب، فيه بركة كبيرة جدا. يكفي أن من يتعلم معك القرآن يقرأ كتاب الله عز وجل وأنت سبب في ذلك، فكل حرف يقرأه إن شاء الله نحتسب أنه في ميزان حسناتك، علمته كيف يقرأ تفسير القرآن، كيف يقرأ في الدين، كيف يثقف نفسه بالثقافة العربية الإسلامية الصحيحة، كل هذا في ميزان حسناتك. والله عز وجل يبارك في القليل ما دام أن فيه إخلاص، وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فأرجو أن أكون قد ساهمت بشيء ولو قليل، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. لو يوجد أي استفسارات يمكن تركها أسفل الفيديو ونجيبكم عنها إن شاء الله تعالى، وتابعونا ليصلكم كل جديد إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.